الجزائر التي بدأت تحضيراتها منذ إعلان تاريخ انعقاد القمة العربية 31 وفرت كل الظروف والإمكانيات على جميع الأصعدة ولم تستثن شيئا بما في ذلك الجانب المتعلق بوسائل الإعلام، استوديوهات وقاعة تحرير وكل ما يسهل عمل الصحفيين من أجل تغطية مميزة لقمة لم الشمل العربي. الجزائر وفرت كل ما هو مطلوب وأكثر من ذلك، كما عبر وفد من اتحاد إذاعة الدول العربية عن اندهاشهم وعن سعادتهم لمستوى التجهيزات الكبيرة التي سخرتها الدولة الجزائرية لفائدة الإعلام الوطني والإعلام العربي والأجنبي. حقيقة ينبغي أن تقال، وبشهادة مدير عام اتحاد إذاعة العربية والوفد الذي رافقه، الإمكانيات التي وفرتها الدولة الجزائرية لعقد هذه القمة كبيرة وكبيرة جدا، بحيث وفرت أكثر مما هو مطلوب من برنامج القمة من حيث الوسائل والإمكانيات والفضاءات والتجهيزات العصرية. رجال الإعلام وفي افتتاح سلسلة الاجتماعات التحضيرية للقمة التي انطلقت اليوم أبدوا ارتياحا كبيرا لما يوفره المركز الدولي للصحافة بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال. عندما وصلنا إلى أرض الجزائر الشقيقة وجدنا استقبال وكرم، وهذا معهود دائما مع الشعب الجزائري، الاستعدادات رائعة وفقا لما تابعناه إلى الآن من قبل الحكومة في توفير بالنسبة للإعلاميين الأجهزة ووسائل الاتصال ووسائل الإنترنت. نأمل أن تكون هذه القمة موفقة على المستوى السياسي والاقتصادي وعلى المستوى الإعلامي. كافة التسهيلات المقدمة للإعلاميين بحيث إظهار هذه القمة على أعلى مستوى وأفضل صورة، بحيث تشكل صورة للتقدم العربي والإزدهار في وطننا العربي. ظروف العمل كانت ميسرة، والواي فاي والاتصالات والدنيا كلها إن شاء الله بخير، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله تكون قمة موفقة بإذن الله بقيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. الجزائر وكما عودت ضيوفها دائما لم ولن تبخل عن توفير كل ظروف الراحة في كل القطاعات وعلى جميع المستويات، خاصة حين يتعلق الأمر بلم الشمل العربي.